السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة ما تضمنه تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن. تقرير جديد يصدره فريق الخبراء الأممية الخاص بالملف اليمني. التقرير أورد المعطيات التي ساعدت على استمرار الحرب وتدهور الوضع الإنساني في البلاد، حيث أكد على استخدام الميليشيا لأسلحة جديدة ونوعية إيرانية الصنع لم تكن موجودة في مخازن الجيش اليمني قبل الانقلاب، بالإضافة إلى تسميته لمصادر الدخل الخفي للميليشيا فيما يسمى باقتصاد الحرب غير القانوني الذي يعتمد على الأسواق السوداء والضرائب غير القانونية والاتجار بالمخدرات والبشر. تطرق التقرير أيضا إلى العلاقة القائمة بين طرفي تحالف الانقلاب التي قال عنها أنها علاقة نفعية قائمة على المصالح ولا يمكن لها الاستمرار بعد انتهاء الأزمة اليمنية. الفريق أكد أيضا في تقريره على امتلاكه أدلة ووثائق عن تورط نجل المخلوع الثاني خالد ورجل الأعمال المقرب شاهر عبد الحق بعمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة خلال الفترة السابقة، داعيا إلى إدراج التقرير كوثيقة لدى مجلس الأمن. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن يضيفه هذا التقرير على صعيد العقوبات، وكيف يمكن للتقرير أن يؤثر في الملف اليمني لدى مجلس الأمن؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تقرير جديد للجنة الخبراء الأممية يكشف عن حقائق جديدة ويؤكد حقائق سبق وأن تم الكشف عنها، وهو ما يجعل كل أنشطة حلفاء الانقلاب على مرأى ومسمع من العالم. التقرير تطرق إلى محاور عدة وكشف عن ملابساتها وتفاصيلها الخفية، حيث أكد في مبداه أن الانقلابيين يستخدمون بشكل ملحوظ أسلحة حاسمة في المعارك مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات إيرانية الصنع التي لم تكن موجودة في مخازن الجيش اليمني قبل الانقلاب، علاوة على ما أظهرته الميليشيا من قدرات في الأسلحة البحرية من خلال شنها للعديد من الهجمات ومن بينها استهداف السفينة الإماراتية، مرجحا أن تلك القذائف تصل سرا إلى الانقلابيين عن طريق إمداد بري عبر الحدود العمانية وهو ما نفته الخارجية العمانية. فيما يخص اقتصاد الحرب، ذكر التقرير أن تحالف الحوثي صالح اعتمد كثيرا على الاقتصاد الخفي لدعم جهودهم الحربية من خلال السيطرة على الأراضي والضرائب وإعادة توزيع الوقود والمعونات الإنسانية وفتح قنوات السوق السوداء للإتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص، موضحا بأن الحوثيين أوجدوا قنوات جديدة للدخل من بينها التعريفات الجمركية من المهربين وتجار السوق السوداء وفرض ضرائب على المؤسسات التجارية ومرتبات الخدمة المدنية وتحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى فرض ضرائب على المشتقات النفطية وهو ما يدر مبلغ 359 مليار ريال خلال العام. كما ذهب الحوثيون أيضا إلى استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية باستخدام رسائل نصية لالتماس الأموال. أما فيما يخص المخلوع صالح فقد أوضح التقرير أنه أوكل إدارة جزء كبير من أمواله إلى نجله الثاني خالد، بالإضافة إلى رجل الأعمال المقرب منه شاهر عبد الحق بعد أن تم إدراجه ونجله الأكبر على قائمة العقوبات، مؤكدا امتلاك اللجنة لأدلة حول عملية مشبوهة وغسيل أموال نفذها نجل المخلوع خالد. وعن علاقة المخلوع بالحوثيين، أوضح التقرير بأنها علاقة نفعية قائمة على المصالح ولا يمكن لها الاستمرار بعد انتهاء الحرب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الخبير القانوني الدولي علي هزازي من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور العافية عليكم على مشاهدي قناة تلخيص الفضائية. أهلا ومرحبا بك. في البداية، كيف تقرأ ما تضمنه التقرير من معلومات واتهامات، وأيضا ذكر شخصيات ربما لأول مرة في التقرير من الميليشيا ومن الانقلاب بشكل عام؟ التقرير مثل رؤية للواقع بشكل أكثر عمقا وأكثر وصولا إلى معلومات كان نعتبرها من الصعب الوصول إليها عبر لجنة الخبراء. التقرير يعد وثيقة مهمة جدا، أيضا هو مستند إلى الفقرة السادسة من القرار 226 الصادر عام 2000
و16 بمسألة المشروعية الدولية للحكومة الشرعية. أيضا كان نحن تابعنا أنه تم عرضه على لجنة الخبراء في بداية 2017 في يناير في فبراير. أيضا هو تناول كثير من القضايا مهمة جدا على طبيعة العلاقة ما بين جماعة الحوثي وجماعة صالح، هل هي علاقة استراتيجية أم علاقة تكتيكية، وخلص التقرير إلى أنه العلاقة تكتيكية في العمليات مع الإبقاء على التسلسل المنفصل في مسألة القيادة والتحكم. نعم بعيدا أستاذ علي، نعم أستاذ علي، بعيدا عن علاقة تحالف الانقلاب التكتيكي التي ذكرت، أنت قلت هناك معلومات مهمة تطرق إليها البيان، ما هي المعلومات التي تقصد ولا يمكن الحصول عليها قلت؟ نعم. هو أثبت أنه تم استخدام أسلحة جديدة وحاسمة في المعارك لم تكن موجودة عند الحوثي والصالح قبل الأحداث قبل هذا النزاع، وذكر من ضمنها أنه قذائف مضادة للدبابات، وأيضا كانت تصل قال أنها بطريقة سرية عبر الطريق مع البري مع حدود سلطنة عمان، أيضا امتلاك الحوثيين على أسلحة نوعية في مسألة مضادة للسفن، هذه أيضا مسألة مهمة جدا على خطورة الامتلاك الحوثي لهذه الأسلحة، أيضا أورد انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وللأمانة أنه أذكر أنه الانتهاكات كان موجودة من جماعة الحوثي بشكل أكبر، وأنه نعم. وجدت انتهاكات من قبل التحالف. نعم أستاذ علي اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث الأستاذ عبد الهادي العزعزي من عدن، مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الهادي، برأيك ما الذي سيغيره هذا التقرير في أروقة مجلس الأمن؟ عادة ما نرى هناك تقارير تدين الميليشيا والانقلاب بشكل مباشر وهي متورطة بالدرجة الأساسية لما يحصل في اليمن، لكن لا نرى عقوبات تطالهم. هذا صحيح، ربما أيضا مسألة التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن وثيقة إلى جانب الوثائق السابقة التي قدمت إلى هذا المجلس، لكن هذه الوثيقة لماذا وقفت في هذا التوقيت تحديدا بعد أن فقد الحوثي والمخلوع مسألة باب المندب وحوالي ما يقارب 80 كيلو من باب المندب باتجاه الشمال الغربي، أي أن قوات التحالف قد أصبحت قريبة من منطقة الخوخة، وبالتالي هذا واحد من المربعات. ربما البعض لم يركز طوال الفترة الماضية على أن طريق اللبان التجاري الذي كان أهم طريق في هذه المنطقة وأعطى الاستراتيجية. من تقصد بالامتعاض أستاذ عبد الهادي معذرة على المقاطعة، امتعاض من وما هو سبب الامتعاض الذي تحدث عنه؟ هنالك حالة محددة ربما تبدو من التقرير أن مجلس الأمن بدأ يطرح بعض المسائل المهمة التي يعتمد عليها ما نسميه بالاقتصاد السياسي للانقلاب. نعم. الانقلاب كان لديه خطة واضحة لاقتصاد سياسي، مع الأسف الشديد في عام 2015 تساعدت رئاسة الوزراء برئاسة بحاح في إعطاء هذه الجماعة موارد البلد وإمكانياتها تحت اسم حيادية البنك المركزي. نعم. لكن اليوم أيضا هنالك اقتصادا آخر، أي أن الانقلابيين كانوا يملكون خطة ألف وخطة باء وربما جيم ودال. كانت من ضمن هذه الخطة أن هنالك تجارة عابرة للمخدرات يقدرها البعض ب 15 إلى 20 مليار تمر عبر الأراضي اليمنية، وكانت الجمهورية اليمنية مخزن أسلحة إقليمي لمصدرين كبار. نعم. فيما يخص شرق أفريقيا. نعم إذن هذا التقرير. نعم أستاذ عبد الهادي، إذن هذا التقرير يدين الميليشيا ويعرها وينشر معلومات ربما لأول مرة خطيرة ضد الميليشيا، كيف يمكن للشرعية أن تستفيد من هذا التقرير وتوظفه لصالحها من أجل فرض عقوبات يلمسها الشعب اليمني ضد الإنقلابيين؟ هذه المسألة متروكة للدبلوماسية اليمنية وللشرعية بأن تضغط أن هذا النظام ليس خطرا على اليمن فقط، أو أن الانقلاب ليس خطرا على اليمن لكن خطرا على المنطقة وعلى التجارة الدولية
وأنه أصبح بؤرة، وأيضا هنالك مئات أو آلاف من الانتهاكات. هو الآن استنفذ أموال الدولة الرسمية، استنفذ الاحتياط للبنك المركزي، احتياط المؤسسات القائمة داخل البلد كمؤسسات تأمينات وغيرها، وأيضا بدأ باقتصاد لتشغيل الحرب معتمدا على ما يسمى خفيف الوزن غالي الثمن، تجارة المخدرات بشكل أساسي، وبعدها يأتي الأسلحة. هذان العاملان عاملا أساسيا، إضافة إلى الضرائب إلى الجبايات. ومع الأسف الشديد الأمم المتحدة لا زالت إلى اللحظة شريك أساسي في تمويل الانقلاب عبر برنامج الغذاء العالمي، عبر كل مؤسساتها التي تتخذ من الحديدة منفذا وحيدا. وبالتالي على الأمم المتحدة أولا قبل غيرها أن تثبت مصداقية وتقوم بنقل مكاتبها من صنعاء، لأن هنالك مبالغ كبيرة تذهب تستخدم كمجهود حربي، نعم، وقسما من السكون أيضا تستغل في التهريب. نعم أستاذ عبد الهادي، هل يمكن أن نفهم بأن هذا التقرير من لجنة العقوبات بإعاز من الأمم المتحدة تريد من خلال هذا التقرير الضغط على الميليشيا للتقارب لحل سياسي؟ هذا وارد، وهذا ربما واردا جدا. والحركة الأخيرة زيارة والد الشيخ إلى صنعاء واللقاءات والحركة باتجاهه والحركة المكوكية من وإلى عمان مسألة واضحة جدا. هنالك أطرافا تسعى لفرض هذا الجانب بكل قوة، ومع الأسف هناك أداء ضعيفا من التحالف ومن الشرعية نفسها. هم يريدون استثمار كل المناطق التي سيطروا عليها، في حين 80% من الأرض تحت سيطرة الشرعية لا تريد استثمارها. في كل الحالات لا زالت إيرادات داخلية للدولة تذهب إلى، مع الأسف الشديد، بعض المكونات الميليشياوية في الجيش. نعم. طيب أستاذ علي الهزازي من الرياض، التقرير يعني تطرق هذه المرة لذكر بعض الشخصيات مثل نجل المخلوع خالد، وأيضا يعني التاجر المعروف في رجل الأعمال المعروف شاهر عبد الحق. ما الذي يمكن يعني أن يضيف من إدانات واضحة للرئيس المخلوع وأيضا للانقلاب بإضافة هذه الشخصيات؟ وكما تعلم الشخصيات التي ذكرت من سابق سواء المخلوع أو نجل أحمد علي أو بعض قيادة الحوثيين لم يطالهم أي عقوبات حتى هذه اللحظة حقيقية. للأسف الشديد أنه التقرير السابق الذي نص على إدراج عدد من الأشخاص سواء من جماعة الحوثي أو الصالح في مسألة العقوبات، من ضمنهم أحمد علي عبدالله صالح رئيس علي عبدالله صالح، أيضا عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي، ومن ضمنهم أيضا علي أبو الحاكم. هذه الشخصيات التي ضمها في التقرير اليوم هو يورد عدد من الشخصيات سواء من جانب الحوثي، وأورد رئيس جهاز الاستخبارات لدى الحوثيين. أضاف أيضا فارس منا أنه يستغل مسألة الدبلوماسية أو الجواز الدبلوماسي، يستغله في تنقلاته عبر بعض الأماكن ماتشيجين وغيرها. وذكر أيضا عبر التحويلات المالية أنه انتقلت التحويلات المالية أو انتقلت الحسابات المالية التي كانت مسجلة باسم علي عبد الله صالح إلى خالد علي عبد الله صالح. وذكر في التقرير على أنه تم الانتقال بعد صدور القرار، وبين أنه هناك عدد من الشركات، بعض مقرها جنيف وبعض المنشأ في فريجين بريطانيا. ذكر أيضا تحويلات عبر شاهر عبد الحق، وذكرها عبر تتبع، نعم، أو تسلسل. أستاذ علي هذه المعلومات، نعم أستاذ علي، نعم هذه المعلومات ذكرها، نعم، التقرير بشكل مفصل، لكن كنت أركز في سؤالي يعني ما الذي يعني سيغير في الأمر إذا لم يطال أي عقوبات لمن سبقتهم من إدانة واضحة، وهو الرئيس المخلوع ونجله وعبد الملك الحوثي وشقيقه وعلي أبو الحاكم وفارس مناع وغيرهم من ذكرت أسماءهم سابقا؟ المسألة مهمة جدا، علينا أن ندرك أنه هذا تقرير صادر عن لجنة مهمة في الأمم المتحدة، هي لجنة الخبراء، وهي لجنة أيضا معنية باليمن. وإدراج مثل هؤلاء وهذه الشخصيات معناه في المستقبل عقوبات من سفر، معناه يترتب عليها عدد من العقوبات الدولية معروفة، وبالتالي أيضا عدم ممارسة العمل السياسي مستقبلا أو بعض من هذا الأمر. وهذه أيضا خطوة إيجابية جدا، حتى وإن لم تطبق العقوبات بشكل حدي في اللحظة القادمة،
لكن تشكل أيضا هذه العقوبات خطورة كبيرة على الأشخاص المدرجة أسماءهم في مثل هذه اللوائح الدولية، وهم يدركون أيضا خطورة أن توضع أسماءهم على قائمة المطلوبين أو المنصوص عليهم في العقوبات. نعم. وأيضا نحن نرى أيضا أنه تطالب اللجنة إدراج الوثيقة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، مما يترتب عليها أيضا شكل من الأشكال القانونية. نعم أستاذ عبد الهادي العزعزي، هل يمكن اعتبار يعني عدم اتخاذ عقوبات واضحة ضد من ذكرت أسماءهم في التقرير الأخير والتقارير السابقة من طرفي الانقلاب هو عدم لعب دور فاعل وحقيقي من قبل الحكومة الشرعية وأيضا التحالف العربي من أجل اتخاذ عقوبات صريحة ويلمسها يعني المجرمون تطالهم بشكل يعني أساسي؟ هذه المسألة ترتبط بشيئين أساسيين. نعم. المسألة الأولى، هنالك حملة كبيرة جدا ضد التحالف العربي في أوروبا أولا فيما يخص المسألة الحقوقية، وهنالك إهمال كبير لهذا الملف ورصده من قبل العاملين في الميدان إما محايدين أو أيضا الذين يعملون في المناطق الشرعية لإدراج هذا الملف، كما أن هنالك إهمال أيضا من التحالف العربي في مسألة هذا الملف وتحريكه بشكل جاد. هذا أولا. نعم. الجانب الآخر، هنالك ضغط بأن التحالف العربي يمارس عملية تبوير وحصار على المناطق اليمنية حين بدأ باعتراض السفن من أجل تفتيشها للحد من تجارة السلاح. ويلاحظ في التقرير أن المسألة تبدأ عبر الموانئ الغربية والتي تبدأ من باب المندب تحديدا وحتى منطقة ميدي، وأيضا كانت قبلها تمر كما قال على الطريق البري من عمان، في حين يرى البعض أنها قد تكون من عمان أو جزء منها وجزء آخر أيضا ربما من مخازن. نعم. من بعض المحافظات الجنوبية أو من بعض الموانئ في المحافظات الجنوبية أو من بعض المواقع التي ربما تحولت من وإلى، وإضافة إلى الجزر. نعم. الجزر تشكل مخازن، هنالك أكثر من 120 جزيرة يمنية وخصوصا تتركز في منطقة البحر الأحمر من باب المندب وإلى الشمال، أو قد ربما تكون هناك. نعم. مخازنا في دولة مجاورة في القرن الأفريقي. نعم أستاذ عبد الهادي، اتهام إيران بشكل مباشر بأنها هي من تدعم الميليشيا بهذه الأسلحة، وربما اكتشفوا أسلحة لأول مرة كانت اليمن لا تمتلكها سابقا كالمضادة للدروع والتي تستخدم ضد يعني الدبابات أيضا، وهي أسلحة نادرة أيضا. المنفذ، اتهام دخول أسلحة عن طريق منفذ بري باتجاه عمان. أن يتطرق التقرير في هذا التوقيت ويسمي إيران ويسمي عمان، ما التغير برأيك؟ كيف تقرأ هذا التغير وأن يسميهم؟ هذا التغير هو ممارسة ضغط أكبر، لأنها هاتين الدولتين هما المنفذ الكبير للجماعة من أجل إخضاعهم لأي تسمية تسعى الأمم المتحدة إلى أن تحافظ على هيبتها ووجودها كمنظمة. المنظمة العجوز تريد أن تحقق انتصارا في منطقة الشرق الأوسط إجمالا، هي الآن ربما تتوارى في سوريا حين يتصلب الروس بشكل كبير أو يتفق الروس مع الأمريكان، وبالتالي هذه المنظمة يجب أن تحقق أي نصر دبلوماسي، فهي ستمارس العمل تحت هذه الشريعة، وبالتالي هنالك ضغوطا على حلفاء هذه الجماعة خصوصا الحوثيين. لكن هناك تقارير مختلفة كتقارير مجاهدي خلق الذي يقول أن هناك مجاميع من الحوثيين تتدرب في إيران. نعم. إذا أعود للأستاذ. المسألة متداخلة. نعم. نعم. أستاذ علي الهزازي، هل باعتقادك لجنة الخبراء والعقوبات في مجلس الأمن بهذا التقرير قد كشفت كل ما لديها، أم لا زالت تملك معلومات مهمة ضد الانقلابيين ومتورطين فيها؟ ما رأيك؟ هي أظهرت جزء من المعلومات، لم تظهر المعلومات، لكن المعلومات التي أظهرتها معلومات قوية جدا، ومعلومات أيضا تدين الحوثيين أو الانقلابيين جماعة الحوثي وصالح، أيضا هي تمثل إضاءة للمجتمع الدولي حول ما يحدث على الأرض في المجتمع اليمني.
أيضا هناك فيما يخص أنها وصلت إلى كما قلت من قبل إلى مسائل حاسمة ومهمة، في بينما لم يحالفها الحظ في جوانب أخرى، شكلت مثلا لم تقدم اتهام صريح لإيران وأنها لم تجد أدلة، هي مسألة مفروغ منها، لديها الأدلة والمسألة واضحة جدا، لكن كأنه كما قلت أنها ما زالت تحتفظ ببعض الأدلة إلى أوقات أخرى. أيضا الإدراك لمسألة السلام والترتيب لعملية السلام، وهي مسألة أيضا نراها تتكرر سواء من ولد الشيخ أو سواء في هذا التقرير أو في كل أدبيات الأمم المتحدة الخاصة باليمن، على أنه إنهاء عملية النزاع مع إبقاء كل القوى والأطراف وعدم إمكانية، كأنها تقول عدم إمكانية الحسم العسكري. نعم. وأيضا التوقيت في مثل هذه اللحظة أنه في حال تحقيق انتصارات أيضا. نعم. الشرعية. نعم. التقرير أيضا. نعم أستاذ علي، التقرير أيضا ذكر ربما لأول مرة بأن هناك انتهاكات حدثت في المناطق التي تخضع للحكومة الشرعية، بعضها في عدن وفي لحج، وأيضا ذكر في بعضها في حضرموت حدثت. يعني ولو أن الإشارة كانت ربما هي بسيطة في التقرير وتطرق إليها في بالمناطق التي تخضع للشرعية، ماذا تقرأ هذا التطرق في هذا التقرير؟ دليل على أنهم تابعوا انتخب ما يحدث على أرض الواقع. أيضا أشاروا إشارة صريحة إلى مسألة لاحج وإلى مسألة عدن، وهذه أيضا خطورة على الإخوة سواء محافظ عدن أو محافظ لاحج أو الإخوة في الشرعية، التنبؤ لهذه المسألة ومعالجتها قبل أن تصبح جزء من المعيقات المهمة أو الحاسمة. أيضا أضافت إلى مسألة قوة النخبة في حضرموت، وهذه أيضا تشكل ملف خطر على القوات الشرعية، وإن كانت أشارت بشكل دقيق إلى الجهة المنتهكة. نعم. وبينت أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أنه مسألة تشريد قسري ما حدث إبان قبل سنة أو قبل 7 أشهر، كانت متابعة لما يحدث على الأرض، لكن حسب متابعتي هناك بعض المعالجات خاصة. نعم. في ملف التشريد القسري يمكن أن يكون. نعم. توقف بشكل كبير. نعم. وفعال، وأيضا توجيهات رئيس الوزراء. نعم. فيما يخص هذا الملف، بقيت بعض الملفات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني. نعم. يجب أن توليها الحكومة الشرعية مسألة مهمة حتى لا تكون كمبررات أو. نعم. تستخدم ضد الشرعية في مساواتها بالجماعة الإنقلابية التي انتهاكاتها تزيد يوما أن آخر، وانتهاكاتها كبيرة. نعم. جدا، من ضمنها التعذيب. نعم. حتى الموت، من ضمنها أيضا الاعتداء على مساكن، تفجير. نعم. تشريد قسري أيضا مارسته الجماعة الإنقلابية من خلال. طيب أيضا تمثل خطورة. نعم. على المجتمع الدولي. نعم أستاذ عبد الهادي العزازي، برأيك إذن أنت أيضا نظرتك للتطرق لبعض الأخطاء التي تحدث من انتهاكات في المناطق التي تخضع للحكومة الشرعية، وعلى وجه التحديد ما حدث في حضرموت ولحج وعدن وفقا للتقرير؟ هذا من الناحية السياسية ضغطا على الطرفين من أجل إخضاع الطرفين لمبدأ التفاهم، هذا الهدف الأساسي من هذا الجانب، لكن بالمقابل هناك انتهاكات، لا يمكن أن يورد التقرير أنه حدثت انتهاكات وهي لم تحدث على الإخوة في السلطة الشرعية في المناطق التي هم يسيطرون عليها ونفوذهم، أن يستغلوا كل إمكانياتهم بتحصينها على السلطة أن تبدو كسلطة حقيقية على الأرض، عليها استكمال كموضع مؤثراتها الآن صرفت هي لما يعرف بالجيش، عليها أن تنجي الوضع الميليشياوي وتبدأ بمسألة هيكلة حقيقية لهذا الجيش، سيطرة وتحكم، توجيه معنوي، تدريب، استكمال بقية المهام، إنشاء أيضا جانب طبي، وقف أي من الاحتكاكات التي يمارسها الجيش مع المواطنين فيما يخص الضرائب والسلطة المحلية وغيرها، يمنع منعا باتا، هذا جيش وليس قوة أمن، وعليها أن تعيد بناء الجهاز الأمني، هذه مسألة يجب أن يفهمها السلطة الشرعية في عدن. نعم
شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. وينضم إلينا في دقائقنا الأخيرة الأستاذ مجيب حسن، متخصص بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ مجيب. أهلا وسهلا أستاذ مجيب، برأيك ما الذي يمكن أن يضيفه هذا التقرير على صعيد العقوبات؟ أولا أشكر لكم تحت هذه الفرصة ولو في الدقائق الأخيرة، لكن التقرير الأخير شمل العديد من القضايا وتحدث بشكل واضح عن الأمور المتعلقة بالأموال المنهوبة وتعقيداتها، وإلى جانب قضايا ومحاور أخرى من أهمها الجانب السلاح والتسليح والتعامل على الأرض واستخدام أو استغلال الأموال المنهوبة فيما يخص التسليح. فعلى الصعيد العقوبات، إذا تم التركيز على هذه المحاور أو أهمها المحورين الذي هو الخاص بالأموال المنهوبة والتسليح، وتم الربط بينهما بطريقة مناسبة بحيث توظف بشكل حقيقي أو يتم الربط بينها وبين القانون الدولي وبين العقوبات وبين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. فإنها وبلا شك ستضيف إلى قوة الحكومة اليمنية في المطالبة والمتابعة والتفعيل وإسقاط العقوبات إذا صح التعبير، شرط وجود متابع حقيقي. وهناك بعض الوزارات هي من تتولى هذه المهام، من أهمها وزارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي بالإضافة إلى حقوق الإنسان. طبعا وهناك ربط مهم بين الإعلام وبين منظمات المجتمع المدني، حيث يتم التفعيل والمطالبة والربط والمتابعة. أستاذ مجيب، يعني إحقاق واضح في الفترات الماضية أن الحكومة كانت للأسف الشديد إما منشغلة أو طيب أستاذ مجيب، نقطة أخرى مهمة أستاذ مجيب، بحكم علاقتك ومتابعتك وأنت متخصص في هذا الجانب في العلاقات الدولية لحقوق الإنسان، هل باعتقادك بأن هذا التقرير سيغير أي شيء في مجلس الأمن باتخاذ عقوبات أكبر ضد الانقلابيين؟ أنا في رأيي أن الأمور أو الكرة الآن هي في مرمى الحكومة إذا صح التعبير، فللحكومة إما أن تتابع أو لا تتابع. المنظمات الدولية أو مجلس الأمن والأمم المتحدة هي تقوم بإصدار ما عليها من قرارات أو تقارير أو عقوبات، لكن إن لم يكن هناك المتابعة الحقيقي والطرف الذي يتولى أو يضغط لإسقاط تلك العقوبات فلن يتم شيء في الحقيقة. لكن نظريا بما أنها موجودة وعلى الطاولة، وكما قلت الحكومة أو الكرة هي في مرمى الحكومة، فلها أن تطالب وتفعل وستفعل. عموما في إذا تم الربط والتشبيك ما بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحكومة وفرق الضغط في شتى أنحاء العالم في شتى البلدان، أستاذ مجيب، وكأنك تريد القول وكأنك تريد القول أستاذ مجيب بأن ربما لجنة الخبراء قد قامت بالمهمة على أكمل وجه، وما يعني يلزم الآن هو على الحكومة الشرعية بمتابعة هذا الملف وهذا البيان الأخير من أجل أن تستفيد منه وتوظيفه ضد الانقلابيين، أليس كذلك؟ بالضبط. نعم، أشكرك. لأن مهام مجلس الأمن بالإضافة إلى الجهات المختصة في إصدار التقارير هي محدودة بالتحقيق، جمع الأدلة، جمع البيانات، أشكرك. نعم، التقصي واستيفاء المعلومة. معذرة لضيق الوقت أستاذ مجيب، كنا نتمنى أن تكون معنا من وقت مبكر، لكن إن شاء الله لنا حلقات مقبلة في هذا الشأن. أشكرك جزيل الشكر مجيب حسن، المتخصص بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان. الشكر أيضا للمحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، والشكر أيضا للخبير في القانون الدولي علي هزازي، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، السلام عليكم ورحمة الله.